به في موازين الحسنات، وأسأل الله ينفع به السامعين. ثم سوف تكون هذه الكلمة مع الشيخ مزمل، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول بما يقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معنى هذه الآية يا جماعة باختصار شديد: ما في زول أبدا، أو معنى الآية أنت ما حتقدر تلقى ليك زول أفضل من الإنسان اللي بيدعو إلى الله وإلى التوحيد، ما بتلقى أحسن منه. فتش، حاول. ربنا قال لك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الشيخ العثيمين قال: هذه الآية تدل على أن أفضل إنسان يعمل هو الداعية إلى الله وإلى التوحيد، وأفضل عمل يعمل الإنسان هو الدعوة إلى توحيد الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة. عشان كده جاء الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحيتان في بحارها وحتى النملة في جحرها تصلي على معلمي الناس الخير. ولا شك إنه أعظم الخير يا جماعة للبشرية كلها التوحيد، وأخطر المنكر والشر وسبب كل البلاوي، كل البلاوي الحاصلة للأمة دي وغيرها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فطالما عرفنا الكلام ده يبقى لابد نهيئ نفسنا عشان نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، زي الكلام اللي سمعته الآن من الشيخ أبو بكر حفظه الله. واجبنا تجاهه شنو؟ ده أنا كلامي في الحتة دي. واجبنا تجاهه إنه نبلغ للناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وفي قوله بلغوا عني ولو آية ده تخفيف يا جماعة، يعني ما يشترط الإنسان عشان يكون داعي إلى الله، ما شرط إنك تكون عالم بأي كتاب وأي علوم والفقه كله والدين كله، ودي ما ممكن ذات، لأنه فينا يا ربنا قال: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. الشيخ العثيمين قال: الشرط، ما شرط تكون عالم عشان تبلغ الناس الدين، ما شرط، لكن الشرط إنك تكون عالم بالحاجة اللي بتبلغها. آية واحدة تعلمها للناس، لابد تكون عارف وعالم الآية دي كويس. ونحن ما شاء الله الآن كثير مننا عارفين آيات في التوحيد وأحاديث في التوحيد، مثلا حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت وإذا استعنت فاستعن بالله. دي سهلة جدا، تمشي تكلم النازل وتبدأ ببيتك أول. ربنا قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا سألت فاسأل الله، يعني ما تنادي الشيخ وتدعو من دون الله، حتى لو بقى ولي ولا بقى غيره، تنادي الله براو. إذا استعنت فاستعن بالله، دائرة المعونة الإعانة تطلبها من الله، طلبت من غير الله أنت كافر، بتخش النار ما بتطلع تاني أبدا. كلام ده صعب يا جماعة، أمشي كلم النازل وريهم وريهم. وربنا سبحانه وتعالى لعن أي زول بيكتم الحق، زول عارف الحق وعارف الأدلة عليه وبيكتمه، ربنا بلعن. ربنا قال: إن الذين الأذان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لكن يا جماعة الطريق ده صعب، طريق الدعوة عشان تكلم بذات التوحيد، لأنه التوحيد ده منهج الأنبياء كلهم والرسل كلهم، التوحيد ده. وأي داعية أو أي جماعة
ما بيركزوا على التوحيد ده داعية فاشل وجماعة فاشلة بس. لكن الناس اللي بيبلغوا التوحيد دي لذاتهم، ونسأل الله أنه يكون جميعا منهم، لابد علمي علوا معلومة أنه الطريق ده صعب، ده صعب طريق، مع أنه ده طريق الجنة ما في غيره، وأن هذا صراطي يعني طريقي يعني مستقيما فاتبعوه، ده الطريق واحد وصمة اثنين، لكن صعب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ليه قال لي اصبر على ما أصابك؟ لأنه الطريق بتاع التوحيد ده صعب وفيه ابتلاء. إذا تمشي تتكلم للناس اللي عندهم شرك في مساجدهم عن التوحيد وداير يجيبوا لك باسطة ويجيبوا لك عصير بتاع أورنجة، أنت كذاب ساكت وموهوم في راسك، يجيبوا لك عكاز ويت فندق ومنشار برنامج طويل، تصبر راكب وبينبذوك، يقولوا عليك تكفيري، يقولوا عليك مجنون، يقولوا وهابي، يقولوا خامسي، يقولوا دقنك زي التيس، يقولوا في النهاية كلها شنو؟ أباطيل، تصبر عليها. وأوعك تزعل لنفسك. شيخ العثيمين قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، تكلم عن قوله تعالى أدعو إلى الله دي بس. قال من علامات الداعي اللي بيدعو لغير الله إنه بيزعل من الناس إذا ما استجابوا له وما تبعوه. ومن علامات الداعي اللي بيدعو لله، ذاك اللي بيدعو لنفسه الأول، أما اللي بيدعو لله إنه بيزعل لأنه ما استجابوا لله مش له، لأنه ما عنده حاجة أصلاً، ولا حزب ولا كوم ولا صندوق بتاع انتخابات، ودعوتنا دي ما عندها علاقة بشنو؟ بصناديق انتخابات، وأنا دار أبقى وزير، وأنا دار لي كرسي، ودار لي رئيس شنو. دعوتنا دي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فوصيت لكم يا جماعة الحق ده بلغوا للناس، معليش يعني زول ما يكون بشايل دقنه والدعوة دي بس ليه هو بس قاعد، كلم النازل، لابد توريهم يا جماعة، لو ما وريتهم الله بيسألك. ربنا قال أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الزول اللي بيكتم الحق. والمجتمع محتاج ليكم والله، وأكثر شيء المجتمع محتاج ليه قبل الموية دي وقبل الدواء وقبل اللباس الهدوم وقبل الصلاذات وقبل الصيام والزكاة والحج، محتاج أكثر حاجة للتوحيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك للتوحيد ده فأعلمهم بالصلاة وبعد ذاك الزكاة. يعني إذا هم ما أجابوك للتوحيد ما في شنو يا جماعة؟ ما في صلاة. إذا ما أجابوك للتوحيد ما في شنو يا جماعة؟ ما في صلاة. يبقى الجماعة اللي بيقول لك يا أخي علم الناس الوضوء، وصلاة ما في، تقول لي وضوء؟ ما في صلاة. قبل التوحيد، قبل التوحيد ما في صلاة، أول شيء التوحيد، بعد ذاك صلاة صيام غيره غيره. صلاة زكاة حج صيام غيره غيره. فهذه دي وصيت لكم يا جماعة، ودي أمانة في رقبة أي زول يعلم له آية في التوحيد ومتعلمة وفاهمة، واجب عليك تدعو لها الناس. تصبر، أنت ما راجل؟ تصبر، أوعك تخاف من المشاكل. كل الرسل صبر. ربنا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن الموضوع ده فيه ابتلاء وداير له جكة زي ما بيقولوا الجماعة. موضوع شوية صعب، لكن البزر يفوز بالجنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى أعلم. زول عنده سؤال يا جماعة؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. تفضل. ها؟ أيوه. أشرع هاي الرشوة. كيف الرشوة حرام ومن الكبائر؟ الرشوة قاصد كده انت؟ طيب الأصل في الرشوة إنها حرام ومن الكبائر،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ده الواسطة بيناتهم برضو ملعون. ولكن أفتى الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز كلهم الثلاثة مع بعض، إذا كان في حقك أنت، انتبه للكلام ده كويس، وأي كلمة فيه لابد تفهمها كويس عشان ما تفهم الكلام غلط. إذا كان في حقك أنت ده، لاحظ حقك أنت، قالوا كده الشيخ الألباني والعثيمين بن باز رحمهم الله، حقك وما بتقدر تقلعه من موظف الحكومة مثلا إلا إذا قال لك تديني حاجة معي أنت، والحق ده حقك ما حق زول تاني يا جماعة، ملكك واستحقيته. ما بتقدر تقلعه من الموظف ده إلا إذا قال لك اديني حاجة، العلماء الثلاثة الألباني وعثيمين بن باز قال لك اديه. وذنب الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الذنوب دي كلها بتتحول تمشي لمنو؟ تمشي للزول ده مالك أنت، قال لك اديه. الشيخ الألباني قام جعل شرط، قال لكن إذا كان بتقدر تتخارج من غير ما تديه في إمكانية يبقى حرام تديه. فهمت الحتة دي؟ يعني الشرط الأول يكون حقك، الشرط الثاني ما تقدر تتخارج إلا شنو؟ تديه وفي حقك. يلا نجي لموضوع المرور القطو ده، ننزل على أول القواعد دي وفتاوى علمان الثلاثة هؤلاء. إذا أنت غلطان قزازك مكسر أو ما عندك نور تضرب الناس في الشارع أو جاري شديد بسرعة 180 وقف قطع إيصال، ده حقك ولا ما حقك؟ ده ما حقك، تدفع الإيصال ما تدي رشوة. قال لك إيصال ب 200 تدفع 200، ما تقول اديه 10 وتخارج، تدفع 200. هنا ما بجوز تديه رشوة لأنه أنت الغلطان وده ما حقك ذاته. أنت قدرت تكتل الناس في الشارع، طافي نور العربية عندها نورين، طافي لك لمبة، بلمبة واحدة زول بيجي بجيب يعتبرها موتر بتضرب وتقتله، صح ولا ما صح؟ وهكذا. أما إذا زول سلط عليك ساكت وهو ظالمك معي، عاين لقى اللمبات تمام والفرملة تمام وماشي بسرعة حسب القانون بتاعهم لأنهم وضعوه عشان ما تكتل الناس كسبب يعني من الأسباب الكونية، خلاص، وأي حاجة تمام، قال لك زي ما جابوا واحد جاب قال عاين لقى تمام، قال لي ما رابط القاش بتاع الحزام بتاع البنطلون. فإذا داري يسلط عليك ساكت أديه والذنب عليه، لكن إذا أنت الغلطان، فهمتوا الحتة دي يا جماعة، حرام تديه وتدفع الإيصال إن شاء الله بمليون تدفعه، واضحة كده؟ وعلى ذلك فقس الأمور كلها يعني، خلاص عندك قطعة بتاعت واطة حقتك اشتريتها وذاك الموظف ما قدر يكتبها لك تعالى راضي، حيضيع لك حقك، والقطعة مثلا ب50 مليون معي أنت؟ وده قال لك لو ادتني 50 بعملها لك، وهي حقتك ما حق زول تاني، ولو ما اديته حتضيع، اديه والذنب عليه. انت ما عندك ذنب بالمناسبه. دي فتوى الالباني والعثيمين وبن باز رحمه الله. هسه لو داري اسمعك لا بسمعك لا. نعم. تفضل. بعض الدعاة يا شيخ نعم يجيبوا الصدقه زي الصبيه يقول على حتى صح الصلاه. الشيخ بن باز بين يعني الصوفية اللي عندهم عقائد رحمه الله، بين الصوفية اللي عندهم عقائد شركية، وده الغالب طبعا في بلدنا يعني الطرق دي، مسجد الطريقة القادرية، مسجد الطريقة التجانية، مسجد الطريقة البتاع، فعندهم عقائد في الشيخ يعلم الغيب والشيخ الدجنة وكذا وكذا. اللي عندهم عقائد زي دي ما يجوز أصلي شنو وراهم أبدا، صلاة باطلة ذاتها، أصلي شنو؟ أدعوهم أعمل لك حلقة بالسوق، أعمل لك درس في البيت، وجه لهم الميكروفون يسمعوا فينا، انت دار لهم الخير يعني، ده الموضوع. لكن اذا زول عامي من العوام اللافين ديل ومن باب انه يقول لك الصوفية دخلوا الاسلام في البلد وما البلد، كلام الفارغ اللي بيقولوا الباطل، ما دخلوا الاسلام في بلد، دخلوا الشرك في البلد. المهم لكن هو ما عنده العقائد، لو قلت له بتنادي غرار قال لك اعوذ بالله ده شرك، الشيخ بيعلم الغيب اعوذ بالله ده شرك، كده حجاب ما عندي حجاب ده شرك، وتقدم صلى العامي ده يجوز تصلي وراه. لكن زول عنده عقائد بتاعت شرك اللي هي الموجودة عند التصوف اللي انتم عارفينها، ده ما يجوز الصلاة وراه أبدا، حتى لو صليت في بيتك، ولا لدعوة ولا غيره، لأنه الدعوة ممكن تدعوه في حتة أخرى يعني. بارك
قال إذا المرأة رفضت النقاب أمر وحذر من النار ومن عاقبة التبرج وأنهاها عن التبرج وعن هذا المنكر وأدعو لها الله سبحانه وتعالى يهديها عسى ربنا يهديها. لا أنت بغرض أنك تدعوها مش تكون عايز ساكت ساي وتضحك معها، لا أنت تنكر عليها وتوعظها وتذكرها بالله سبحانه وتعالى عسى ولعله تهجرها في الفراش عسى ولعله تلبس. وفي الغالب يا جماعة المرأة بتتابع شنو؟ إذا الرجل قوي في دينه في الغالب بتتابعه، يعني أنا أقول في الغالب خلاص. أما إذا ما استجاب التب ما استجاب التب ونحن نرى وجوب النقاب، فإذا ما استجاب التب أبدا ومهما رغبتها وحذرتها وذكرتها بالله واشتغلت معها تب ما قصرت معها فيك أطلقها لأنه ده تبرج. لكن لابد أول حاجة تعمل شنو يا جماعة؟ تعمل اللي عليك، يعني ما تشوفه كده ما منغبة تقول لها طلقانة، لأنه أنت زادك ما كان عندك دين، أنت زادك ما كنت مستقيم، يعني أخوانك صبروا عليك ودعوك كنت بتدق النوبة ودعوك إلى التوحيد وكذا وكذا. لكن أهم من النقاب أول حاجة تدعوها إلى العقيدة، إذا وحدت الله الصلاة صلت الزكاة بعدها بتجي بالحجاب براها بتلبس أقل كلمة بتلبس، لكن لما ما تبدأ لها بالأصل بالتوحيد وما عرف طلة ذاته نغاب شنو تلبس؟ الأذان أي أي لا صلي إذا زول مستور الحال حتى لو ما ظاهر عليه علامة سنة ما ملتحي وكذا صلي وراه، إلا إذا زول تأكدت إنه عقيدته فاسدة ويدعي إنه شيخه يعلم الغيب أو يدعو غير الله أو يلبس حجاب تميمة أو كذا ما تصلي وراه. لكن زول مستور الحال اللي في أي جامع نصلي وراه كل بر وفاجر وصلي وراه وتمشي. صحيح هاي، ودي شبهة فاكرنا بعض الحزبين صراحة يشكروا في أنصار المهدي، جلس أصحاب عقيدة فاسدة زي ما الصوفية بيعتقدوا في البرعي وغيره والمكاشف وغيره، ده اللي بيعتقدوا في المهدي. الفرق شنو يعني؟ الفرق شنو يعني؟ ده اللي بيعتقدوا في المهدي، بل بيعتقدوا في المهدي عقائد غريبة وعجيبة في نفس الوقت. يقول لك المهدي ده المهدي المنتظر والما بايعه كافر والما بايع خليفته برضه كافر، يقول له كلام فاضي وده عقائد باطلة. والله ما رسل لنا الإمام المهدي السوداني ده اللي بيسموه الإمام المهدي خلاص، وهو ذاته عنده عقائد باطلة، يعني هو نفسه خلاص وعنده بدع وأصحابه الأنعم لله قبة يعبدوا فيها خلاص كله باطل، والأحزاب دي ذاتها باطلة والفرق والجماعات. يا خمسك في الكتاب الله ده وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بيفهم الصحابة وسلب الصلاة، أنا ما في أحد. أولك تمشي لجماعة ولا حزب وسجلوني ويدعوك المؤتمر الأول مؤتمر الاستثنائي العاشر كلها تقضيها مؤتمرات، بيسألوك من القبر من ثلاثة من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ما في مؤتمر ولا في جماعة ولا حزب ولا طريقة ولا صوفية ولا غير ولا غير وليش ولي حاجة. أنا الكلام ده بكرره لك لأن ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الأحزاب والطرق والطوائف والجماعات دي ذاتها دي صفة من صفات المشركين ذاته، مش معناتهم كلهم مشركين لا، دي صفة واحدة من صفات المشركين الأحزاب دي والموجودة دي ما تبعيزه. نعم ده والله ده نوع غريب ذات هو. طيب لو ما بدو غير الله ما بطب القبة ده ما نحن ذاتنا المفروض يحبنا أكثر ناس لأنه إحنا ذاتنا بنقول كده. والزول ده لخص خلاصة دعوتنا اللي بنجود فيها وبنتكلم فيها دي شنو يا جماعة؟ دي الخلاصة. لكن ده اللي تفتشوا ليه السبب؟ يمكن ما عرستوا ليه يمكن برنامجه ثاني شو برنامجه شنو أنت؟ لكن ده زول غريب وزول مخطئ يعني. إما هو كذاب في كلامه ده، شوف واحد من اثنين، إما هو كذاب ويصر خلاف ما يبطن، يعني كونه يقول أنا موحد وما بطب القبة وما بدعو غير الله قد يكون دي كذاب فيها، قد يكون ما موحد يطب القبة وبدعو غير الله، أو
يكون عنده معاكم مشكلة قبلية أو مالية أو شغلة بتاع الدنيا. رأيته غير ديل أنا ما بعرف له تاني حاجة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، رواه مسلم في الصحيح. فلو كلامه ده حق كان اتلم عليكم خلاص. بس الزول ده قلت لك عنده حاجة، أي الزول ده إما عنده شغلة، كلامه اللي بيقوله ده كذب بيطوف بالقبة وبيدعو غير الله وانتم ما عارفينه، وإما يكون فعلا ما بطوف ولا بيدعو غير الله لكن عنده معاكم مشكلة أو مع واحد فيكم في الجامع مشكلة دنيوية، لكن هو زول ما فاهم، زول بليد مدخل شغلت الدنيا في شنو؟ في الدين. وقيت واحدة من دين يا كذاب يا صادق، وعنده معاه واحد فيكم مشكلة في دنيا، في طين، في زواج، في 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 قبيلة، في مصيبة تانية، انتوا بتشوا الحاصل شو؟ أما الموضوع ده كلامنا عن الزول اللي ذكروا عنه، أما بغض أهل السنة، إذا زول بيبغض أهل السنة من أجل دينهم وسنتهم فده مبتدع وعلى ضلال. أما إذا كان بيبغض سنتهم ذاته ودينهم من أجل الدين ذاته بيكره الدين ده كافر طبعا، عرفتها؟ فده كحكم عام يعني بغض النظر عن زيد أو عمرو من الناس. نعم. صلة الأرحام إذا كانوا قال من أهل البدع والصوفية تكون بأنك تصلهم لدعوتهم إلى الله، قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، تصلهم السلام عليكم وعليكم السلام يا جماعة وحدوا الله وخلوا القبة اللي بتمشوا لها دي وأنا دار لكم الخير يا عمتي، وحد الله ما تنادي الشيخ، نادي الله أليس الله بكاف عبده، يا خال يا خالي ما تلبس حجاب لأنه ده شرك بالله، وأنا والله دار لكم الخير خلاص يا أبوي كذا، ده صلاة الرحام له. النبي صلى الله عليه وسلم نادى قريش لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فعم وخص، قال يا معشر قريش مش كده، سألوني من مالي ما شئتم فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم ويا بني عبد مناف، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس وعم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سألوني من مالي ما شئتم فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا. فزول يدعو من الله يمشي لهم عشان يدعو من الله، مش تمشي تأكل حلاوة وتأكل كسرة وتضحك وتطلع تمشي، لا تدعو من الله، زعلوا منك ترجع تجيهم تاني، ودي أفضل صلة الرحم ذات. لكن بالصورة دي يا جماعة، لأنه بعض الناس الواحد بيجامل ويداهم في دينه. ها؟ أي ما خلاص زهجان هو بيكون، أرجع تعال بعد أسبوعين، أرجع تعال بعد أسبوعين تاني، أو اتصل بتلفون رسل لي رسالة، ما تخليه لأنه في النهاية دول قطعة منك ما يخش النار، ما يخش النار إلا إذا ترجحت مفسدة راجحة وحصل فيها ضرب وغيره وكتل ما تمشي له، الله بيكتب لك كأنك مشيت، إذا حصل مفسدة عالية يعني. لكن لو كلام ساي وكزعل غيب كده أسبوعين وتعال تاني، تعال تاني قول ليه ربنا قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده وانت في خير وكده كده كده كلم. يا جماعه هنا معانا ما في حنيه في في, في الحرام يا جماعه، ها ده عنده جنيه وليس حنيه، ده شغل شيطان خلاص. الحاصل انه مصافحه الرجال للنساء الغير المحارم ما بيجوز، حرام بإجماع الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وبنص الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أمس أيدي النساء، لازم يبقى الموضوع انتهى، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن بعض المجرمين من الأخوان المسلمين يقول لك يا أخداك الرسول، ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو واحد يقول لك أنا قلبي نظيف، طيب أنظف من الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ما بصافح النساء، أنت كيف تصافحهم تقول لأنه قلبي نظيف؟ طيب الرسول ما كان بصافح معناته قلبه كان كيف؟ فده ده استهبال ولعب ساكت، ما تسمع لي فتاة محمد أحمد حسن اسمه جنو الشاقي ذاك وغيره ويقول لك كان مدت يد مدت يدها مات حرية وكان مديت يدك، ده كلام فارغ ساكت، ده كلام لا في السماء لا في الوطن،
كلام ده يرد الفريقين، فريق بجاي فريق بجاي، يقول ده ليه ضارب ويتخارج؟ الذي أفتى به علماؤنا فيما أعلم كالشيخ بن باز تحديدا رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى مقالات الشيخ بن باز مجلد 23 تقريبا، فقال أنت ممكن تمشي لكن حرام تجلس، يعني لقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفني من النياحة، لكن ممكن تمشي عشان تعزي. أحسن الله عزاكم، ما في فاتحة ما في، وجاءوا قال لك اقرأ سورة الفاتحة منه؟ طيب ما تقرأ البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وجرة كلها عرفتها جزئين وحاجة جرة كلها، منو قال سورة الفاتحة؟ منو قال؟ منو حد سورة الفاتحة؟ ناس قطعوها من راسهم ساكت، فده ما في كلام زي ده. عزيوا، والتعزية قالوا عندها ركنين: الترحم على الميت وتصبير الحي من على الميت بما يقوم المقام، والأفضل تقول ما ورد بالسنة لله ما إن الله ما غزو له ما أعطى إلى آخره، أو ما يقوم مقامه أحسن الله عزاك زي ما أفتوا الفقهاء وتمشي ترجع. فكونك تمشي لهم تعزيهم ده ما فيه حاجة يا جماعة. ها؟ أي حتى لو ستروا التعزية أصلاً ما بعد شنو بعد الوفاة؟ يعني الممنوع بعد السترة الجلوس، يعني تمشي تقعد جيبوا الشاي بالله معلقتين سكر في القهوة ده الحرام، لأنه جرير قال كنا نعد الاجتماع، أسمع كلمة الاجتماع دي يا شيخ، إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفني من النياحة. فالمحرم بعد الوفاة بعد الدفن الاجتماع مش التعزية، التعزية مستحبة. صح الألباني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عز أخاه في مصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. الحديث صحيح، نوديه وين؟ ده صحيح، فده ده مستحب، لكن كونك تقعد ده شنو الحرام؟ لا لا ما في عزي. دقيقة يا جماعة كده، اصبروا لي كده، اصبر اصبر كده، ما تصبر اصبر اصبر، ما انتهينا من السؤال ده، اصبر اصبر يا جماعة. فلا بد يا جماعة دقيقة، الله يهديكم، فكونك تقعد ده اجتماع، ده حرام، ده اللي انت قاصده. اصبر اصبر، كونك تقعد ده الحرام، ما تقعد لا لفطور ولا لشاي ولا قهوة، ده حرام. كونك مشيت عزيت حتى لو سافرت بالطريقة الآتية الشرعية: السلام عليكم، وعليكم السلام، أحسن الله عزاكم وغفر لميتكم، السلام عليكم، ركبت عربيتك رجعت، ده مستحب. كونك قعدت كده واحدة واحدة، كونك قعدت عشان تأكل أو عشان تتونس أو عشان تشرب الشاي ده حرام، وهو من الكبائر من البدع ومن النياحة. ما تقعد لأنه قعدت أكلت بتجيب لها شنو؟ قعدة وجرة، وده اجتماع وده محرم بنص هذا الأثر عن جرير بن عبد الله البجلي. أما العزاء ساكت وترجع ما تخد صلبك تقعد، دي سنة مستحبة. عرفت الفرق يا جماعة؟ عرفت الفرق؟ أما مساعدة أهل الميت، إذا لأهل الميت ساعدوا، لكن إذا كان دار يعمل وو أكل لجماعة القاعدين ديل ده أبو محرم، وربنا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم. ده أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. ما السوق إذا ناس ماشيين يعملوا بدع ويجلسوا، ما السوق؟ لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا ناس سلفيين منهجهم صحيح، أنت عارفهم بس بيأدوا السنة، السلام عليكم أحسن الله عزاكم، وبيرجعوا طوال العربية مدورة، ده من السنة ذات السقم تعينهم. أما ناس بيمشوا بتأكلوا ويقعدوا ويجتمعوا ده باطل،
ما تعينوا ما تسوقوا، خليهم يشوفوا قدار يركبوا حمار يتصرفوا. نعم صحيح صحيح. انت انتم في حاجه معلش كذا دقيقه انا ما بزول، بس عندي جاي واحد قبل ما اكمل واحد يسال، انا صوتي جاي تعبان. اي اصبروا لنا. كون يا جماعه تعزي وترجع دي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عز اخاه في مصيبه كساه الله من حلل الكرامه يوم القيامه. كونك تقعد ده حرام ومن الكبائر كما قال جرير عبد الله البجلي. فهمتوا الحته دي؟ فكونك عزيتم ولقيتم مجتمعين انصحهم زاد اقول لهم يا جماعه اتقوا الله اجتماعكم ده باطل وارجع امشي. ما في اعانه ده ما في اعانه. لكن تقعد وكذا ده في اعانه لهم. عزيهم وقول لهم كلامكم ده باطل وارجع. زي ما ده عامل حفله قمت ناديت رب الاسره قلت له ده حرام والحفلة من الكبائر، هذه نصيحة برضو ما فيها مشكلة. كذلك هؤلاء عزيهم وقول لهم ده باطل وارجع امشي. تحصل لو دار تغيير المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. نعم. ده باطل يا جماعة، ده عقائد يعني بتاعت مشركين. ذبح الزماية قالوا شال الدم، عملوا الشافعي هنا هندي يعني ولا شنو؟ ده كله كلام فارغ وكلام باطل وبدع. ايوه الصلاه شنو؟ الصلاه جات خلاص. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.